السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منتج الشيخ. النهاردة هنشرح طريقة تنزيل فيرموير للفلاشة. أول حاجة عايزين نعرف أنواع الفلاشات. احنا عندنا نوعين أساسيين للفلاشة، نوع اسمه مونوليثيك. المونوليثيك دوت بيبقى عبارة عن إن البوردة بتاعت الفلاشة مدموجة بشكل كامل في شباية واحدة، يعني هي مدمجين كل القطع اللي على البوردة في شباية واحدة، فبتبقى البوردة كلها عبارة عن قطعة واحدة سودة، ودي بيسموها مونوليثيك. ودي بتبقى غالبا اللي هي الفلاشات مقاساتها صغيرة، يعني في فلاشات دلوقتي مقاس الريدر الصغير بتاع الكارت الميموري، ودي برضو بتستخدم مونوليثيك. بيبقى دمجين المونوليثيك ديت في السوكت اليوز بي بتاع الفلاشة. برضو فلاشة زي الـ SE9 بتاعت كينجستون مونوليثيك، وهي ديت اللي هنشرح عليها في الفيديو النهاردة. النوع التاني والأفضل هو النوع اللي فيه بوردة عادية خالص، ودي اللي هنتكلم عليها في تكوين الفلاشة من جوه. الفلاشة من جوه بتتكون من حاجتين أساسيين: كنترولر، وهو المتحكم أو البروسيسور بتاع الفلاشة، وهو اللي بيتحكم في جميع العمليات اللي بتتم على الفلاشة سواء كتابة أو قراية. هو البروسيسور بتاع الفلاشة هو اللي بيتحكم فيها بشكل كامل، وهو اللي بينزل عليه الفيرموير بتاع الفلاشة، وهو ده الوقت أساس الشرح بتاعنا النهاردة، واللي هنتكلم عنه بشكل أساسي هو الكنترولر. تاني حاجة بتتكون منها الفلاشة هي الناند فلاش. الناند فلاش ديت عبارة عن اي سي بيتم تخزين عليه البيانات، هي الهارد بتاع الفلاش. والكنترولر بيتحكم في الناند فلاش ديت والعمليات اللي بيتم عليها بشكل كامل. وباقي البوردة بتبقى عبارة عن بعض القطع الإلكترونية من مقاومات ومكثفات، وممكن ليد، ممكن ملفات، ما لازم. ازاي اعرف ان المشكلة اللي عندي في الفلاشة مشكلة فيرموير مش مشكلة هاردوير، او في مشكلة يعني فيزيائية او ملموسة على البوردة بتاعت الفلاشة؟ مثلا الكنترولر مثلا مش ملحوم كويس على الفلاشة، في مقاومة، ساعات كتير بيحصل مقاومة على البوردة بتتحرق، فبتخلي الفلاشة تقطع داتا. الفلاشة بتكون شغالة باور بتنور، بس بتقطع داتا خالص، تكون المقاومة دي محتاجة تتغير. ازاي اعرف اذا كانت المشكلة اللي في الفلاشة مشكلة هاردوير ولا سوفت وير؟ بكل بساطة بتركبها في الجهاز. لو الجهاز اتعرف عليها يبقى هي مشكلة فيرموير، لو الجهاز ما تعرفش عليها يبقى هي فيها مشكلة في الهاردوير. عشان نتأكد ان المشكلة اللي في الفلاشة بعد ما الجهاز اتعرف عليها هل هي مشكلة فيرموير ولا في مشكلة في التقسيم بتاع الفلاشة، يعني الفلاشة محتاجة تتفرمط، او الفلاشة مليانة مثلا فمحتاج تمسح من عليها حاجة، الفلاشة عليها فيروسات فهي اللي مسبب لك المشكلة. تدخل على الماي كمبيوتر، كليك يمين وتختار مانيجر، وبعد كده تختار ديسك مانجمنت. هتيجي تظهرك الفلاشة، هي دي الفلاشة اللي نشتغل عليها في الفيديو النهاردة. زي ما احنا شايفين كده، احنا عندنا دلوقتي فلاشتين. دي فلاشة سليمة زي ما احنا شايفين، ادي الفلاشة اهي. بتلاقي عندك كده الفلاشة قدامها بارتيشن بالمساحة بتاعته زي الهارد كده. طيب الفلاشة اللي فيها المشكلة بتاعت الفيرموير بتبقى مكتوبة قدامها نو ميديا. الميديا هي دي الميديا بالنسبة لنا، هي الميديا يعتبر هي الناند فلاش، فهو كان متعرف عن ناند فلاش مظبوط. اما في الفلاشة ديت مش متعرف عن ناند فلاش، ودي يعتبر مشكلة في الفيرموير. برضو من مشاكل الفيرموير الرايت بروتكت، اللي انت تيجي تحط حاجة على الفلاشة يجيب لك رسالة يقول لك في مشكلة في الكتابة، وان الفلاشة محمية ضد الكتابة، زي السيديهات مثلا. السيديهات بتاعت زمان كنا بنحرقها وبعد كده ما تقدرش تحط عليها اي حاجة تانية، بتبقى معمول عليها رايت بروتكت. فظهور مشكلة الرايت بروتكت ديت او ظهور حماية الرايت بروتكت ديت على الفلاشة، ده معناه ان الفلاشة محتاجة فيرموير، او ان الناند فلاش العمر الافتراضي بتاعه يعتبر خلص. اولا بتحاول برضو ان انت تنزلها فيرموير، لو ما نفعش يبقى كده في مشكلة في الناند فلاش بتاع الفلاش. ان شاء الله نعمل سلسلة باصلاح كذا نوع من الفلاشات فيرموير. برضو كل فيديو هنشتغل على فلاشة مختلفة.
ونقابل ان شاء الله مشكلة من مشكلة الرايت بروتكت ديت ونحاول نصلحها مع بعض. المشكلة التالتة برضو اللي بتدل ان الفلاشة محتاجة فيرموير، ان المساحة بتاعت الفلاشة تكون وهمية، يعني الفلاشة مثلا زي ديت 64 بتظهر مساحتها 57 جيجا، ممكن تحطها في الجهاز لو هي محتاجة ينزل لها فيرموير هتلاقي مثلا مساحتها مثلا 10 ميجا، 20 ميجا، 30 ميجا. معنى كده ان الفلاش محتاجة فيرموير. ان شاء الله نتعرض لها المشكلة ديت في فيديوهات قادمة ان شاء الله. المشكلة اللي معانا دلوقتي واللي هنشتغل عليها في الفيديو دوت هو ان الفلاشة نو ميديا، ودي اشهر مشكلة للفيرموير بتقابلنا في الفلاشات. الفلاشة اللي معانا النهاردة هي ال DTSA9، فلاشة تبع كينجستون مونوليثيك زي ما انا قلت في اول الفيديو، يعني البوردة كلها مدموجة في شباية واحدة، وده طبعا مش احسن حاجة، بحيث زي ما انا قلت ان ساعات تبقى في مشكلة هاردوير في الفلاشة، السوكت بتاعها اتكسر او المقاومة من على البوردة اتحرقت فمنعت ان الفلاشة تشتغل داتا، او مكثف عمل شورت فمنع ان الفلاشة تشتغل داتا او تشتغل باور حتى. فطبعا المشاكل ديت لما يكون انت عندك البوردة بتبقى سهل ان انت تصلح مشكلة من المشاكل ديت، اما لو ما الفلاشة بتكون مونوليثيك فمتعرفش تصلحها اصلا. طيب اول حاجة ازاي نجيب الفيرموير للفلاشة؟ طيب عشان نجيب الفيرموير للفلاشة احنا محتاجين نقرأ البيانات بتاعت الفلاشة ديت، نعرف جميع المعلومات عن الفلاشة بحيث نعرف ننزل لها الفيرموير اللي هي محتاجاها بالظبط، او الفيرموير بتاعها بالظبط. عندنا 3 برامج يقدروا يجيبوا لنا المعلومات او يقرأوا المعلومات بتاعت الفلاشة. اول برنامج واشهر برنامج هو برنامج شيب جينيوس، وهو احسن برنامج برضو. احنا اول ما فتحناه هو بيبدأ يحدد فلاشة، وتقدر من هنا تحدد فلاشة تانية لو انت مركب مثلا كذا فلاشة تقدر تحددها من هنا. يعني مثلا هنا لو حددنا هنا ال USB port دوت هنلاقي ان هو USB optical mouse، ده الماوس بتاع الجهاز وهكذا. فتقدر من هنا تحدد بورت بتاع ال USB، هو اوتوماتيك بيحدد الفلاشة. طيب بعد كده عندنا هنا المعلومات الكاملة اللي على الفلاشة. قبل ما تعمل أي حاجة على البرنامج مجرد بتدوس كليك يمين بيقول لك إن هو عمل لك نسخة من المعلومات ديت، بتبدأ تفتح تكست جديد وتبدأ تعمل بيست للمعلومات ديت بحيث ما تضيعش منك، أو حتى لو الفلاشة حصل فيها أي مشكلة يبقى أنت معاك البيانات بتاعتها كاملة. بعد كده بتسيف المعلومات ديت. نرجع تاني للبرنامج. اول حاجة عندنا هنا بيقول لك ان الفلاشة واخدة حرف الاف، تمام. عندنا هنا البروتوكول فيرجن USB 2، دي كده الفلاشة USB 2 مش USB 3 زي الفلاشات الموجودة دلوقتي، تمام. هنا بيقول لك الامبير بتاعها او التيار اللي هي بتاخده، هاي سبيد، ماكس كارنت، اعلى تيار ممكن تستهلكه الفلاشة 100 ملي امبير. طبعا احنا عارفين السوكت اليو اس بي بتاع الكمبيوتر بيقدر يطلع لغاية 500 ملي، هي الفلاشة مش محتاجة اصلا تيار كبير. ف طيب عندنا هنا اليو اس بي ديفايس، ودي اول معلومات بتهمنا، يو اس بي ديفايس اي دي. عندنا الفيندور اي دي 4 افات، والبرودكت اي دي 1201. يبقى الفي اي دي 4 افات والبي اي دي 1201، ودول هنحتاجهم لما نيجي ندور على الفيرمور بتاع الفلاشة. عندنا هنا الديفايس ريفيجن، الاصدار بتاع الفلاشة نفسها. عندنا هنا المصنع ناند، هنا طبعا المفروض تسمى كينجستون، بس غالبا الفلاشة ديت مضروبة مش كينجستون اصلية. هنا المفروض لو هي اصلية بتبقى مكتوبة هنا كينجستون، فدي غالبا الفلاشة مضروبة. مكتوب هنا ناند، هنا طبعا بيتكتب اسم الشركة المصنعة للفلاشة سواء كينجستون، سان ديسك، سيليكون باور، ترانسين، توشيبا، سامسونج، ما الى ذلك. كل دول هنتعرض لهم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. هنا عندنا البرودكت موديل، دوت الموديل بتاع الفلاشة زي مثلا سان ديسك كلوزر. عندك زي ما قلنا لو الفلاشة دي كانت أصلية كان هيتكتب هنا كينجستون، وهنا يتكتب الدي تي 9 أو الدي تي 50 ما إلى ذلك. برضو هنا البرودكت ريفيجن هو إصدار المنتج،
برضو المفروض كان يتكتب هنا حاجة، بس زي ما قلنا الفلاشة دي مضروبة فمش مكتوب هنا حاجة، غالبا يعني مضروبة. عندنا هنا أهم حاجة في المعلومات بتاعة الفلاش هو الكنترولر فيندور أو رقم الكنترولر. زي ما قلنا احنا عندنا الفلاش بتتكون من جزئين، كنترولر ونمد فلاش، والكنترولر هو البروسيسور بتاع الجهاز بتاع الفلاشة. هنا بيقول لك المصنع أو اسم الكنترولر بتاع الفلاشة وهو اسمه فيرست شيب. احنا عندنا عدد محدودة من أسماء الكنترولرز، أشهرهم وأسهلهم في تنزيل الفيرموير هو كنترولر فيزون، وده بتستخدمه كينج ستون، بتستخدمه سامسونج، بتستخدمه معظم الشركات الكبيرة في مجال الفلاشات. طبعا من أفضل الكنترولرز، وبيبقى سهل جدا إن أنت تلاقي له فيرموير، وسهل إن أنت تنزل له فيرموير. عندنا برضو ألكور، دي بتستخدموها في الفلاشات بتاعة الدعاية، فلاشات الدعاية الإعلانية، شركة مثلا بتوزع فلاشات بتكون غالبا الكنترول بتاعها ألكور. السكاي ميديا دي برضو كانت كينجستون بتستخدمها قبل كده، بينزل لها فيرموير برضو بتاع فلاشات كينج ماكس. عندنا كنترولز كتير، من ضمنهم برضو التريبل اس، من اشهرهم التريبل اس، وهنقابل برضو في الفيديوهات القادمة كنترولز مختلفة. طيب عندنا بعد كده اهم حاجة في البيانات هي الكنترولر بارت نمبر، دوت رقم الكنترولر بتاع الفلاش اسمه شيب واي سي 2019. وعندنا بعد كده الفلاش اي دي كود، دوت رقم الفلاشة او الناند فلاش، بيقول لك هنا اللي هو سان ديسك، هنا بيقول لنا اللي هو سيجنال شانل. بعد كده بيقول لك التوتال كاباسيتي هي 64 جيجا، بس الفلاشة اللي معانا اصلا مكتوب اللي هي 16 جيجا على الكفر بتاعها. هاي ابي هنشوف بعد ما ننزل لها فيرموير هتبقى مساحتها كام، بس ما اظنش اللي هي توصل ل 64. بشكل عام هو دوت المساحة الفعلية للناند فلاش. برضو دي طريقة كنت شرحتها قبل كده، طريقة إرجاع المساحة الفعلية للفلاشات ذات المساحات الوهمية، الفلاشات اللي بتتباع على النت، الفلاشات الوان تيرا والاتنين تيرا وما إلى ذلك، وفي الآخر بتكتشف إن الفلاشة فيها مشكلة في الكتابة، والداتا اللي عليها بتضيع، وبتحط حاجات على الفلاشة بترجع تلاقيها ناقصة، أو الفيلم يكون فيه أجزاء سودة وما إلى ذلك. تمام، وطبعا ممكن ناخد رقم الناند فلاش دوت نبحث بيه على جوجل، هيجيب لنا المساحة بتاعته والداتا شيت بتاعة الناند فلاش بالكامل. ما تهمناش في حاجة الناند فلاش قوي، أهم حاجة بالنسبة لنا هو الكنترولر. وطبعا الناند فلاش ممكن نحتاجها واحنا بننزل فيرموير. عندنا هنا تولز اون ويب، دوت الموقع اللي عامل الشيب جينيوس، هو موقع صيني، ومعظم الفيرموير بتاع الفلاشات صيني، وطبعا موقع الروسي مشهور جدا في تجميعهم. وهو الموقع هنا مجمع لك يعني يعتبر مكتبة شاملة الفيرموويرز بتاعت الفلاشات، مقسمها لك كنترولرز، وبتدخل على الكنترولر بيجيب لك الفيرموويرز بتاعت كل موديل. وديت احد الطرق اللي هنستخدمها في اللي احنا نجيب الفيرموير بتاع الفلاشة. ندخل بعد كده على البرنامج اللي بعده، هو برنامج شيب ايزي، ودوت يعتبر بعد شيب جينيوس في اخذ المعلومات. ساعات برنامج شيب جينيوس ما بيجيبش المعلومات كاملة او بيجيب المعلومات ناقصة، اضطر اللي احنا نستخدم برنامج بديل ليه. عندنا شيب جينيوس هنا جايب لنا برضو نفس المواصفات يعتبر، بس هنا لما اتعرض زي ما احنا شايفين جاي صفر كاباسيتي، وده يعتبر ده دليل ان البرنامج ضعيف. هنا جايب لك المساحة اللي الديسك مانجر متعرف عليها، طبعا هو نو ميديا وبالتالي هو قال لك صفر كاباسيتي. برضو البرنامج دوت موقع صيني هو اللي عامله اسمه يوبان. عندنا جايب هنا الفي اي دي والبي اي دي، المفروض هنا السيريال نمبر بتاع الفلاشة، بس ما احنا قلنا الفلاشة غالبا صيني مش مكتوب لها اي بيانات خالص. هنا برضو اصدار بتاع الجهاز، ده اسم الفلاشة، ديفايس فيندور، مصنع بتاع الفلاشة، ده الموديل بتاع الفلاشة، ده البروتوكول USB 2، ماكس كارنت، اقصى تيار تستهلكه الفلاشة. بعد كده هنا جايب لك البارتيشن اللي على الفلاشة، وطبعا الفلاشة مش عليها بارتيشنات، بس كده مفيش اي حاجة تانية. طبعا زي ما احنا شايفين شيب جينيوس كان جايب لنا معلومات اكتر من شيب ايزي. شيب ايزي
ما تعرفش على الكنترول نمبر، تقريبا ما بيدعمش الكنترولر دوت. طبعا ما تعرفش على الناند فلاش، فطبعا شيب جينيوس احسن منه بكتير. عندنا تالت برنامج هو يو اس بي درايف انفورميشن اكستراكتور. بتدوس هنا جيت يو اس بي فلاش درايف انفورميشن، بيبدأ يتعرف على المعلومات بتاعت الفلاشة. برضو جابلنا الفي اي دي والبي اي دي، الاي دي بتاع الفلاشة واسم الفلاشة وايه الموديل بتاع الفلاشة. برضو البرودكت ريفيجن زي شيب جينيوس ما جابه، مفيش ديسك كاباسيتي زي ما احنا قلنا الديسك مانجر مش متعرف عليه، بس جاب لك برضو اليو اس بي بروتوكول فيرجن 2 ماكس كارنت، بس مفيش اي معلومات تانية تهمنا. وزي ما احنا برضو شايفين هو مقدرش يتعرف على الكنترولرز ولا قدر يتعرف على الموديل بتاع الناند فلاش، فاحنا نستغنى عنهم هما الاثنين ويخلينا في المعلومات اللي طلعها لنا شيب جينيوس. طب دلوقتي بعد ما جبنا البيانات بتاعة الفلاشة وعرفنا اسم الكنترولر وعرفنا الفي اي دي والبي اي دي، ازاي نجيب الفيرموير بتاع الفلاشة وازاي ننزل الفيرموير بتاع الفلاشة من على النت؟ عندنا في مواقع كتير وفي طرق كتير، من ضمنهم زي ما قلنا اللي احنا ندخل على الموقع الصيني بتاع شيب جينيوس ونجيب من عليه الفيرموير. بس انا نبدأ بأول طريقة وهي الأشهر. أول طريقة معانا هو الموقع الروسي المشهور الآي فلاش. سيب لكم طبعا كل اللينكات بتاعت المواقع اللي أنا هستخدمها في الفيديو في الديسكريبشن، وهسيب لكم برضو البرامج اللي أنا هستخدمها. عندنا هنا موقع flashboot.ru، طبعا ru ديت بيستخدموها في روسيا. ده موقع روسي وهو الأشهر في تنزيل الفيرموير. أول ما بندخل على فلاش بوت بنختار على آي فلاش، بتدوس عليها بيجيب لك الصفحة ديت. طبعا موقع فلاش بوت فيه كذا قسم، من ضمن الأقسام بتاعته ناس بتسأل أسئلة وناس بترد عليها. من ضمن الأقسام بتاعته مكتبة ناقصة، يعتبر مش كاملة قوي زي موقع تاني هوريها لكم. مكتبة للفيرمويرز، تقدر تبحث بالموديل بتاع الكنترولر ويجيبه لك، هنشوفها دلوقتي برضو. طب عندنا هنا لما تختار الاي فلاش بيجيب لك الصفحه ديت، بتبدا تكتب الفي اي دي اللي هو الفيندور اي دي بتاع الفلاشه. زي ما احنا جبنا هنا اربع افات، فنكتب هنا اربع افات. وبعد كده البرودكت اي دي او البي اي دي، هنلاقي هنا 1201. كل المعلومات بنجيبها من برنامج شيب جينيوس. طيب هنبدا ندوس على سيرش. الصفحة دي عبارة عن ايه اصلا؟ دي عبارة عن ان واحد صلح فلاشة نزل لها فيرموير، فبيجي يسجل هنا على الموقع، بيديله استبيان، يبدأ يملأ البيانات بتاعة الفلاشة او بيحط في الاستبيان دوت لينك بتاع البرنامج اللي نزل بيه الفيرموير بتاع الفلاشة، بحيث اللي هو لو حد معاه نفس الفلاشة يبدأ يلاقي حد يساعده ويديله البرنامج اللي هو نجح معاه في تنزيل الفيرموير. فده كله ناس مالية استبيانات بالفلاشات زي الفلاشة اللي معانا كده، صلحوها قبل كده. أهم حاجة عندنا في البيانات ديت هي الكنترولر نمبر، ما تهمناش أي حاجة تانية ولا المساحة بتاعة الفلاشة. يعني احنا عندنا هنا فلاشات كانت 32، فلاشة 4 جيجا، فلاشة 16، احنا الفلاشة اللي معانا 16 جيجا، فما تهمناش المساحة سواء هي كانت 32 أو 64 أو 4 أو 16، ما تهمناش الكلام ده. البرنامج اللي هينزل فيرموير هو اللي هيقرأ المساحة بتاعة الفلاشة، واللي هو اللي هينزل الفيرموير على أساس كده، فما نقلقش موضوع المساحة ولا نقلق من أي حاجة تانية. هو أهم حاجة بالنسبة لنا ندور عليها هو الكنترولر بارت نمبر، هو ده أهم حاجة بالنسبة لنا. وبالتالي احنا هنيجي ناخد الرقم بتاع الكنترولر ده كده، وهنبحث في الصفحة على الرقم بتاع الكنترول. هنا طبعا زي ما احنا عندنا هنا الفلاش فيندور، المصنع بتاع الفلاشة، الشركة المصنعة للفلاشة، كينجستون مثلا أو سامسونج وما إلى ذلك. فلاش موديل مثلا دي تي 9 زي ما احنا شغالين عليها، الفي اي دي والبي اي دي، وشيب فيندور دوت المصنع بتاع الكنترولر زي ما احنا شايفين، فيرست شيب زي ما احنا قلنا. عندنا هنا شيب موديل دوت رقم الكنترولر، ميموري شيب دوت رقم الناند فلاش بتاعت الفلاش.
تمام. بعد كده السايز بالجيجا بايت، واليوتيليتيز هنا بيحط اللينك بتاع البرنامج اللي نزل بيه الفيرموير او اللي نجح معاه في تنزيل فيرموير، او بيحط الاسم بتاع البرنامج بالاصدار بتاعه، عشان اهم حاجه بالنسبه لنا الاصدار. كنترول حطيناه في البحث، جابهون هنا اول واحد اهو حاطه هنا. طبعا مش حاطط اي حاجه، مش كاتب الموديل بتاع الكنترولر، بس حاطط لنا اسم البرنامج فيرست شيب ام بي. الفيرست شيب بتنزل لكل مثلا اتنين فيرموير، او كل مثلا اتنين كنترولر او تلاتة برنامج. الام بي دوت بيبقى مجمع مثلا حوالي 10 15 كنترولر مع بعض، فبيبقى الاحسن ان انت تشتغل ببرنامج الام بي دوت. تمام. هنا الراجل اللي حاطط لنا البرنامج بالاصدار بتاعه، نقدر طبعا نبحث عليه كده من على جوجل ونبدأ ننزله من اي موقع، ويفضل الموقع دوت يو اس بي ديف، او ممكن نستخدم برضو موقع فلاش بوت. بس هو هنا لو دخلنا على اللينك هنا، هو مش ما عندوش البرنامج دوت بالاصدار ده. تمام. دي المكتبة عند موقع بتاع فلاش بوت. تمام. تقدر تبحث هنا على البرنامج بالاصدار بتاعه ويجيبه لك، تقدر تعمل داونلود هنا للبرنامج اللي انت عايزه. تمام. بس هو هنا زي ما قلنا الموقع فلاش بوت المكتبة بتاعته ناقصة شوية، معلهاش كل حاجة، فيفضل ان احنا نستخدم موقع يو اس بي ديف في اللي احنا ننزل البرنامج اللي احنا عايزينه. طيب نرجع تاني نكمل بحث. هنا عندنا زي ما شوفنا الرقم بتاع الكنترولر، بس مش حاطط البرنامج. نفس الكلام هنا، مش حاطط البرنامج. نفس الكلام هنا، مش حاطط البرنامج، مع انهم كلهم كاتبين رقم الكنترول اللي احنا عايزينه. مش حاطط برضو هنا البرنامج، كل دول مش حاطين اي حاجه. في هنا واحد حاطط الام بي، كاتب لنا اللي الميموري تشيب سان ديسك. تمام. بس برضو كاتب الكنترولر رقم مختلف، فهنسيبنا منه. عندنا هنا واحد حاطط لنا اللينك يو اس بي ديف، هنبدأ ندخل عليه كده. يو اس بي ديف ده برضو من المواقع اللي احنا نقدر نجيب من عليها الفيرم ويرز. ده يعتبر مكتبة كاملة وشاملة، ويعتبر أكبر موقع عليه الفيرم وير بعد الموقع الصيني بتاع برنامج شيب جينيوس. ده يعتبر من أكبر موقع عليه مكتبة كاملة للفيرم ويرز. زي ما احنا شايفين هنا، جايب لنا برنامج فيرست شيب خاص بالكنترولر اللي معانا. هنا ارقام الكنترولر اللي هو بيتعامل معاها البرنامج دوت، الاف سي 1187 3 دي، والاف سي 1187 بي سي، وما الى ذلك. كل ديت الكنترولر اللي هو بيتعامل معاها. طبعا ما فيش من ضمنهم الكنترولر اللي احنا عايزينه سموت شيب واي سي 2019، ف مش هنستخدم البرنامج دوت. طبعا زي ما احنا قلنا هنا، الموقع دوت فيه مكتبة شاملة للفيرموير. فهنا جايب لك البرنامج بجميع الإصدارات بتاعته، يعني هنا مثلا إصدار 2018 شهر 8 واحد 8، هنا إصدار 2018 26 7، هنا إصدار 2018 12 11، فجايب لك جميع الإصدارات. طبعا إحنا مش لازم نستخدم أحدث برنامج أو أحدث إصدار من البرنامج، لا، إحنا ممكن نستخدم إصدار قديم، بحيث ان كل اصدار بيبقى ليه مميزات، بس الافضل ان انت تستخدم احدث برنامج. لو ما نفعش معاك بتبدا تستخدم البرنامج الاقدم او الفيرجن الاقدم. المفروض ان انت تجرب كل الاصدارات ديت لو الكنترولر بتاعك ضمن الكنترولرز بتعامل معاها البرنامج. فبتبدا من الاول كده تستخدم احدث برنامج اصدار 2022 اهوت 1.0.5، تبدأ تستخدم أحدث إصدار، بعد كده تستخدم الإصدار الأقدم لو منفعش معاك، وهكذا وهكذا. طيب ده هو زي ما احنا قلنا مش محتاجين. خلينا نكمل. هنا جايب لنا نفس الكنترولر، لا كنترولر مختلف، هنا واي بي بدل واي سي، وجاب لنا هنا البرنامج اللي هو استخدمه. طيب ننزل هنا هنلاقي برضو واحد حاطط لينك بس بيستخدم كنترولر مختلف، فهنسيبنا منه. هنكمل مفيش
كل دوت طبعا حاطين هنا داتا مغلوط، هي المفروض يحط اسم البرنامج او اللينك، هو حاطط بعض من المعلومات بتاعت الفلاش. هنا فلاشة هاينكس طبعا كينجستون زي ما هي متعرفة. برضو عندنا ناند اسمها فيسك شيب. هنكمل هنا حاطط لنا اللينك بس نستخدم كنترول مختلف. هنكمل برضو داتا مغلوطة، داتا مغلوطة. هنا حاطط لنا اللينك بتاع فلاش بوت بتاع الموقع نفسه، طبعا داتا مغلوطة. هنا حاطط لنا اللينك بتاع برنامج بس مش كاتب الكنترولر، تمام. اللينك بتاع الموقع اللي هو اخده من على شيب جينيوس، اللينك دوت هو اخده كوبي بيست، فدي يعتبر داتا مغلوطة. نفس الكلام هنا اهو، نفس الكلام هنا، ده كنترول مختلف FC 1187 BC. عندنا هنا حطينا اللينك برضو بتاع شيب جينيوس، تمام، فيعتبر داتا مغلوطة. مفيش اي حد حاطط لينك عدل غير بس اول واحد هو اللي حاطط اسم برنامج. تعال نجرب نشوفه هو، للاسف برضو لا، للاسف ده نفس البرنامج اللي احنا لسه شايفينه من شويه، هو بيستخدم كنترولز مختلفة عن اللي احنا عايزينها. ممكن يكون اسم الكنترول دوت مش هو الاسم بتاع الكنترول الصحيح، وده يكون هو الاسم بتاعه الصحيح، الله اعلم. هنشوف دلوقتي واحنا بنبحث، تمام. دي اول طريقة نستخدمها الفيرمور بتاع الفلاش. طبعا ما وصلناش لاي حاجة لغاية دلوقتي. في تاني طريقة اللي احنا ندخل على المكتبة بتاعة موقع فلاش بوت دوت اريو. هتلاقي هنا مقسم لنا الفيرموويرز على حسب الكنترول. فعندنا هنا الفيرست شيب هي اللي معانا، في الفيزون اللي انا بقول لكم عليها افضل كنترولر واكثر استعمالا، سكاي ميديا، في الاس ام اي، في تريبل اس، في اليو اس بيست، دول كل في الكنترولر بتاع الفلاشات، في الالكور، في امكو، ما الى ذلك. خلينا احنا في الفيرست شيب. طيب هنا جايب لنا الام بي، طبعا نقدر نستخدم الام بي على طول، تمام. هنا جايب لنا زي ما احنا قلنا موقع المكتبة بتاعته ناقصة، زي ما احنا شفنا هنا جايب لنا جميع الاصدارات، هنا جايب لنا بس اصدار واحد واصدار واحد للام بي، تمام. طبعا احنا ممكن ننزل الام بي ونبدأ نشتغل بيه. لو اتعرف على الفلاشة يبقى هو معاه الفيرمير بتاعها، تمام. هنكمل برضو، هننزل ده كده وهنكمل بعد كده. بس زي ما احنا شايفين هنا جايب لنا الكنترول اللي هو بيتعامل معاها مش هي اللي احنا محتاجينها. بندوس هنا عشان يعمل لنا داونلود، هيبدأ اهو زي معانا بدأ داونلود للبرنامج. طبعا المواقع الروسي ديت عليها ضغط شوية، فهتلاقي سرعة التحميل قليلة، بس كده كده البرنامج بيبقى كام ميجا او كام كيلو بايت، فبيبقى بسيط. الطريقة التالتة عشان نجيب الفيرمير بتاع الفلاشة، ندخل على موقع اليو اس بي ديف ونبحث بالكنترولر او اسم الكنترولر اللي معانا. فاحنا معانا هنا برنامج اسم الكنترولر زي ما قلنا هو شيب واي سي 2019. هو هنا بيستخدم محرك البحث بتاع جوجل، ملقاش للأسف حاجة بالاسم ده، فعشان كده غالبا الاسم دوت مش هو الاسم الصح بتاع الكنترولر. طب هندخل على الطريقة اللي بعديها بما ان الاسم ده مش صحيح. موقع بتاع برنامج شيب جينيوس، اللينك البرنامج بتاع شيب جينيوس ادهولنا، ده موقع صيني. طبعا هو حطلنا على طول اسم الكنترولر في البحث، بس طبعا ملقوش حاجة، فغالبا زي ما نقول الكنترول ده مش اسمه كده. طبعا عندنا في الموقع هنا في مكتبة كاملة بالكنترولرز، يعني هنا مثلا لو دخلنا على فيزون هنلاقي هنا عندنا مكتبة كاملة بجميع الإصدارات بتاعت البرنامج. كده عندنا سبع صفح هنا، BS 2251 MB، تمام. فدوت مجمع جميع الفيرموارز بتاعت الكنترول BS 2251. عندنا هنا 2237 ده إصدار 1.06 وما إلى ذلك، في مكتبة كاملة بجميع الإصدارات بتاعتها، بس أنا أفضل موقع USB ديف. طب هنا زي ما إحنا قلنا إن هو مش لاقي حاجة للكنترولر دوت، فهنضطر
نكمل على الطريقة اللي بعديها. الطريقة اللي بعديها ناخد كنترول نمبر ونحطه على جوجل بحيث ان احنا نشوف لو حد صلح الفلاشة دي قبل كده. يعني مثلا نلاقي عندنا هنا مدونة حد كان عنده مشكلة في الفلاشة، نفس المشكلة اللي عندنا بس البي اي دي مختلف، بس عنده نفس الكنترولر وده اللي مهم بالنسبة له، وعنده نفس الناند فلاش نو ميديا برضو نفس المشكلة اللي عندنا. الناس رشحوا له برنامج فيس تشيب ام بي 2020 4/3 بس مش مكتوب له موديل هنا. طيب زي ما بنشوف كده صاحب المشكلة مشكورا يعني لقى البرنامج ونزله لنا. ندوس هنا على تحميل البرنامج اهوت 2020/06/01. الطريقة اللي بعديها هو بموقع فلاش درايف ريبير، دي مدونة مجمعة لك بعض الفلاشات اللي صاحب المدونة صلحها، فبيعمل لك على الفلاشة اللي هو صلحها ديت موضوع كامل بيتكلم عليها على الكنترول بتاعها. يعني هنا مثلا الفلاشة اللي هو جايبها الكور، طبعا احنا الفلاشة اللي معانا فيرست شيب، الفلاشة اللي جايبها لك هنا الكور مثلا، وجايب لك البرنامج اللي هو استخدمه بيدعم كنترولر انهي، يعني البرنامج مثلا بيدعم كل الكنترولرز دي تمام، وبيجيب لك برضو لينك الداونلود هنا، فيعتبر برضو من المواقع الكويسة اللي تقدر تاخد من عليها الفيرموير بتاع الفلاشة. ساعات برضو بيجيب لك برنامج تاني بتاع فورمات خاص بالكنترولر دوت اللي انت بتتعامل معاه في الفلاشة ديت غير الفيرموير اللي انت تستخدمه. يعني لو في مثلا مشكلة معاك مش محتاجة ان انت تنزل فيرموير، ساعات بيجيب لك هو هنا الفورمات بتاعه، برنامج الفورمات تقدر تستخدمه بحيث ان انت تصلح الفلاشة من غير ما تنزلها فيرموير، وبيجيب لك برضو الفيرموير بتاع الفلاشة، فده مدونة كويسة جدا ان انت تقدر تجيب من عليها الفيرموير بتاع الفلاشة. اخر طريقة نتكلم عليها في الفيديو النهاردة تقدر تجيب بيها الفيرموير هو برنامج سيليكون باور USB فلاش درايف ريكفري سوفت وير. البرنامج دوت بيقرأ المعلومات بتاعة الفلاشة وبيبدأ ينزل لك على طول الفيرموير بتاعها او البرنامج اللي يقدر يصلحه، بس غالبا ما بينزلكش الفيرموير، بس مفيد جدا ساعات بينزلك الفيرموير على طول ويريحك من البحث الكتير. برضه هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، هنا بتحدد له الفلاشه بتاعتك بحيث ان انت لو مركب كذا فلاشه تقدر تدوس على ريكفري. هنا جاب لك فيلد. طيب ساعات بينزلك هو الفيرموير، هنا جاب لك فيلد عشان هو ما لقاش فيرموير عنده في المكتبه بتاعه موقع سيليكون باور، ما لقاش برنامج خاص بالفلاشه دي عشان زي ما احنا قلنا الفلاشه دي غالبا مضروبه، الفيرست شيب اصلا يعني مش كنترولر قوي بيستخدموه في الفلاشات الضعيفه، فما لقالوش فيرموير عنده. لو الفلاشه كانت سيليكون باور كان هيقدر يجيب لها الفيرموير، لو الفلاشه كانت فيزون كان غالبا هيقدر يجيب لها الفيرموير. وبخصوص كنترولر فيزون هيبقى نشرح برضه في فيديوهات قادمه ان شاء الله برنامج بيعرف يصلح لك الفلاشات الفيزون من غير ما انت تحتاج تنزلها فيرموير، من غير ما تنزلها فيرموير بيقدر يصلحها. برنامج ممتاز جدا واستخدمته كتير وصلحت بيه فلاشات كتير، هنبدا نشرحه في فيديوهات قادمه ان شاء الله. طب بالنسبه للبرنامج ده كده البرنامج فشل في اللي هو يجيب فيرموير الفلاشه عشان فلاشه صيني وغالبا مضروبه مش الفلاشه بتاعت كينج سو اصليه. هنبدا نستخدم البرنامجين اللي احنا نزلناهم، ده البرنامج بتاع المدونة وده البرنامج اللي نزلناه من على موقع USB Dev. هنعمل لهم اكستراكت، هنبدأ نستخدم البرنامج بتاع المدونة، هندوس اوكي. البرنامج اتفتح اهو معانا وزي ما احنا شفنا هو اتعرف على الفلاشة، غالبا بما انه هو اتعرف على الفلاشة فكده هو شغال. لو انت نزلت البرنامج وما تعرفش على الفلاشة يبقى انت محتاج اصدار تاني من البرنامج او محتاج برنامج تاني، فتبدأ تجرب برنامج مختلف. هنا بما انه تعرف على الفلاشة فهو كده معاه الفيرموير بتاعها، هنا متعرف على الناند فلاش بتاعها ومتعرف المساحة بتاعتها 15 جيجا اللي هي 16 جيجا. يعني هنبدأ على طول بدون ما نعمل اي تعديلات في السيتنج بتاع البرنامج، هنبدأ ندوس على ستارت، هيبدأ يعمل معانا سكاننج اهوت. العملية ديت هيبدأ هو كده بينزلنا الفيرموير، العملية ديت بتطول شوية ممكن تقعد
على حسب المساحة بتاعت الفلاشة وعلى حسب الكنترولر بتاعها. في بعض الكنترولات الموضوع بيخلص بسرعة، وفي بعض الكنترولات الموضوع بيحتاج وقت، فنسيبها ساعات تقعد 5 دقايق، ساعات تقعد 10 دقايق، ساعات تقعد نص ساعة، سيبها تاخد الوقت اللي هي عايزاه. دلوقتي الفلاشة ظهر لها مساحة، يظهر لها المساحة الفعلية بتاعتها 16 جيجا. ممكن يكون اللاند فلاش 64 والكنترولر مبيتحكمش أكتر من 16 جيجا، الله أعلم. بس هو مش كده، هي الفلاشة شغالة بيحط عليها ملفات، ممكن نحط مثلا البرنامج ده نعمل فلاشة أهو. انا اقول لكم بس ايه اللي حصل. انا فتحت البرنامج، نزلت لها الفيرم وير مره تاني، بس اخترت المره دي اند برودكشن بحيث ما يطولش موضوع السكان ده تاني، واخترت كلير اند فاكتور سكان برضه بحيث ان هو ما يطولش في الموضوع الاسكان. احنا هنخلي على السيتنج كده مفيش باسورد، دوس اوكي. بس هنا بيتحدد الناند فلاش، وهو ده الرقم الناند فلاش اللي معانا، هو ده نفس الرقم. تمام، عملت صح على ديت وديت. وي يوز بابليك ريد اند رايت سايكل، حددت من هنا كلير اند فاكتوري سكان بس كده. كده يعتبر وصلنا لآخر الفيديو، بعتذر على الفيديو طويل، بس الموضوع كان فيه تفصيل كتير لازم تشرح بالتفصيل. تاني حاجة، بعد ما بتنزل فيرمور للفلاشة، الفلاشة ما تقدرش تعمل عليها ريكفري للداتا اللي كانت موجودة عليها، عشان البرنامج الفيرموير بيفرمطها أو بيفرمط الناند فلاش بشكل كامل، فمستحيل انت تجيب من عليها حاجة بأي برنامج مهما كان. كده نكون وصلنا لآخر فيديو. لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وكل البرامج والمواقع اللي أنا استخدمتها في الفيديو هتلاقيها في الديسكريبشن تحت الفيديو.